أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا ذهب الإنسان إلى جبل طور أو جبل نور مثلا بنية الاستطلاع فقط لا بنية العبادة، هل هذا غير مشروع أو جائز؟ إذا ذهب إلى جبل النور أو إلى أي مكان بقصد الاستطلاع فقط لا حرج عليه في ذلك، لكن القصد الذي يذهب إلى جبل النور أو غيره بقصد العبادة ويرى أن هذا فيه أجر فيه ثواب، هذا هو الممنوع. أما إذا ذهب من باب الاستطلاع فقط ولا يقصد بذلك عبادة فهذا لا حرج فيه، لكن يضيع عليه الوقت كونه يجلس في المسجد الحرام ويتعبد أحسن من كونه يروح هنا وهنا يقول علشان الاستطلاع، هو جاي العبادة، هو جاي والمكان مكان عبادة ومكان والزمان زمان عبادة، فلا يفرط فيه ويروح هنا وهنا بقصد الاستطلاع.